السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة انتوا كلكم بخير وبصحة وسعيدة وراحة بال. ما عندكيش مكان؟ لا عندك مكان. اللي عايز يعمل حاجة هيعرف ازاي يوفر مكان ويجهز مكان وبأقل تكلفة هيعمل اللي نفسه فيه، صح ولا انا غلطانه؟ اهي قلت لكم، بص اهي ايه بقى اللي مبهدلها، هي زي الفل زي الفل. تيجي تقعدي كده بالليل شرحه وجرحه، وحاطه العصافير التحفه دي جنبك، وحاطه طيورك السنان جنبك. خدتي مسافه؟ ما خدتيش مسافه. طب النهارده بقى هنعمل ايه؟ ليه بقى يا بنتي يا بنت حاطه القفص ده؟ هقول لك، عشان هم اسم الله بيتيجوا. حصل معايا موقف من يومين، ما خدتش بالي ولقيتها راح الصاروخ طارت في السماء، ولا اعرف راحت. بصي بصي هي بتتحداني على فكره، بتحدي. عايزه اقول لكم، استني بقى يا بنتي يا طاطا، بسم الله الله اكبر، وتملي بيتك خير. استني ما تنقريش، استني بس اخد البيت خربت كده. اصبري والمصحف نقلت يا ستي، اصبري. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. خليك هنا دلوقتي، في حد واقف؟ استني بس عشان ما تبصوش على حالي. اهي بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. شفتي كتير نتيجه وصفاتي. وعلى فكره عايزه اقول لك على حاجه، حتى العصافير هي كانت لسه فاقسه، وعيال اخويا خدوا الزغاليل الصغننين، العصافير التقطيق الصغننه دي، بس اول بقى ما تيجي تبيض، عشان هقول لك نمشي معاها خطوه خطوه زي اللي بيحب العصافير. هنا بقى السنان حبيبي، بصي يا اختي علي يا جامبو، بصي بصي جامبو جامبو، يخرب بيتك. حسبي الله. بص بص انا بقى ايه، طلعت اذكى منهم، قفلت لهم الازاز. المره اللي فاتت لقيتها طارت، بص دي بتطير بطريقه غريبه جدا. المهم بقى انا النهارده معلش عشان اتخضيت، عامله لكم وصفه سحريه ليهم. هتقولي لي هم دول كمان يا بطه لهم وصفه؟ ايوه. بص بص اهو، انا مش عايزه انقي، لا تفكري ان انا بنقي، بس اقسم بالله هوزن لكم في فيديو جاي ان شاء الله. هحاول بس اجيب الميزان واوزن لكم واقول لكم حجمهم قد ايه. بالصلاه على النبي كده انا عملت لهم النهارده الخزينة. انت يا بنت يا بطه معلقه عليها؟ ايوه لقيت لها نتيجه هايله قوي، تحفه خرافه حاجه. بص واخد دلع، بص بحطها دلوقتي لك، استني بس بعد لهم كده، بحطها دلوقتي بالصلاه على النبي. خد حاجه اللهم صل على كده، نكمل بقى مع بعض كده، ونكمل معانا الشريف بالصلاه على النبي كده، ويعمل الشراكات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بيعمل كده اشتراك ويعمل لايك ويدعمني كده، خلي قناتنا تكبر باذنك يا رب. بص بقى السلام، بسم الله السلام على النبي. المشروب ده يا جماعه طلع ان هو خرافه، بيزود انتاج البيض للفراخ لاي حاجه عندك بتبيض، حط لها المشروب. طب هتعملي ايه يا بنتي يا بطه بقى؟ دلوقتي بقى احنا بالليل نديهم حاجه كده دلع وفرش، وحاجه كده قفل منجها. بصوا احط لهم ايه؟ بصوا بصوا يا بس بصوا بس، انتوا كفايه عليكم كده النهارده مع حاجه بسيطه جدا هنعملها عشان الصح. حبه شطه، حبه الشطه دي، استني يا تيتا، استني يا طارق، اهي حبه الشطه والقلب. بسم الله بسم الله، بس بس كده، مش هعمل حاجة تاني. عارفين ليه بقى؟ لأن أنا حطيت الخزامة، الخزامة دي مشروب سحر، مشروب جبار، بيزود إنتاج البيض، بيكبر طيورك، بيقوي جهاز المناعة، مفيد جدا وصحي للطيور كلها. بصي بقى تحطي، أنا كده خلاص هياكلوا وهيشربوا الصلاة على النبي وخلاص على كده. وده زود معايا الحمد لله إنتاج بيض الفراخ وإنتاج بيض السمان. وطبعا بيض السمان لا يعلى عليه زي ما اتفقنا. اهو بسم الله،
يعني ايه كنت سايباهم جعانين شويه، قلت ايه مش حاطه اكل فمنا جعانين. عيب. هتقولي لي الشطه، اقول لك الشطه. الشطه يا جماعه مفيده جدا، صحيه، بتساعدهم على ان هم يسحبوا اكل اكتر، ان هم اللهم صل عليك يا نبي. لو في ديدان في اي حاجه مطهره لمعده الطير، فانا عايزه ايه اكتر من كده، لان معده الطير لو فيها ديدان دي مشكله. وياكلوا بقى بالصلاه على النبي، ويشربوا ويبدونا ويملونا بيتنا خير، وربنا يا رب يهدي حالنا جميعا. واسمعوا كلام بطه، وشوفوا فيديوهاتي، واعمل لي بقول لك عليها تدعي. مش عارفه هما يعني اللي طارت دي عيني راحت فين، مش عارفه. انا صعبان عليا ان هي عيني هتتبهدل. بس ده يا جماعه النهارده كانت وصفتنا الخزامه دي، ده مشروب بعمل كميه منه. واقوم مش بس ايه، خلي بالك مش تعملي كميه وتقومي ركناها، لا انا بعمل كميه عشان بجزقها بس كده، مش ان انا بركنها. فعلى فكره عشان تحافظي على صحه الطير بتاعك لازم تعملي الاكل طازه. يعني انا مثلا هعمل طول النهار، يبقى اكلهم بتاع طول النهار، لاني بحط فيه لبن بودره، بحط فيه خميره، بحط فيه ساعات زبادي، بحط فيه حاجات كتير، فما ينفعش ان انا اخليه يتخمر، فده يعمل عفونه في المعده، ولو العفونه جت في المعده ده ياثر على صحه الطير. اتمنى بقى ان انتوا يعجبكم فيديوهاتي، وتشتركوا في قناتي، وتابعوني في الفيديوهات الجايه. هنملى بيتنا خير ان شاء الله وباقل تكلفه. اسيبكم بقى في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.